يعني ايه انت ما تعرفش ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ ايه ده؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ايه الخلفية دي؟ انت ما تعرفش ان المثلث الارضي زاد ولا ايه؟ كوكب الارض زاد. مثلث الارضي؟ اه؟ هو مش الكرة الارضية؟ ايه ده يا راجل، ده انت قديم قوي، ما اتلغت الكرة دي من زمان. الكرة اتلغت؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ مين اللي لغاها؟ اللي ماسكين الكرة لغوها من فترة طويلة. هو في ناس ماسكة الكرة؟ يا بروتو مالك انت منفعل ليه؟ يا جدع انت بتقول ايه؟ ال 250 قارة جت ازاي 250؟ اه ايه؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ايه الخلفية دي؟ مش الأطلنطي دخل كردون مباني فطلع مجموعة قارات جديدة؟ ايه ده؟ 6 أكتوبر والشروق انت؟ ومجموعة كبيرة جدا. امتى ده؟ هي يا فروت عيب. يا ابني أنت راجل نجم. يعني ايه؟ يا افرض طلعت في برنامج تلفزيوني على الهواء والمذيعة زنقتك وسألتك قالت لك كوكب الأرض كام قارة؟ كوكب ما تعرفش ترد؟ ده انا ابقى خايب كده. تسقط من نظر جمهورك اللي بيحبك. عندك حق. ده انت مثلا اعلى الشباب كتير. اه. يبقى لازم تثقف نفسك. ايوه لازم. لازم تثقف. من هنا ورايح تتفرج على تلفزيونات نظيفه، اقرا كتب نظيفه، جرايد، ده انت بثلاثه ساغ لو اشتريت جورنال بتزوقيني يا ماما من على اي ناصيه. اسمه ايه؟ اسمه بتزوقيني يا ماما انترناشونال جورنال، وفتحت صفحه القارات، صفحه 1,300,000، تكتشف ان ده مجنون. في ايه؟ انت في حاجه اتحبشت. انت بتزعل ايه؟ انا اشتري جورنال صفحة 1,300,000؟ ايوه ده انترناشونال، ده في ناس بتاخد ثانويه عامه من اول سطرين في الجورنال ده. انا اقرا 1,300,000؟ ما عادش فلوس، افتح القناه المية المحليه بتاعت الدلتا. مية؟ انت ارقامك زادت. انت في ايه؟ 100 محليه. ايوه انا عندي 8 9 قنوات. اشتري اريال جديد يجيب لك واريال ليه؟ اقف انت هتجيب ال 100، مش محتاج اريال. ايه اللي انت تعبان؟ انا مش تعبان، انا بحاول اثقفك، انت اللي جاهل. في ايه؟ في ايه يا ولا اسف؟ في انت اللي مفعل. انا مش مفعل، انت اللي مش قاعد. ابوس ايدك، وطي صوتك. اه انا مدوخ ورايا مباحث ومخابرات العالم، صوتك يعلى قمر صناعي صورنا، حد يتصنت علينا هيتقبض علينا احنا الثلاثه، هتودي نفسك في داهيه معايا، فمالوش لازمه. من فضلك حاول ان انت تركز، ان يبقى كل تركيزك في استيعاب المعلومه اللي انا بقدمها لك عن مجموعه الكواكب اللي بتحصل. كواكب؟ انا مضايقاني حكايه الكواكب دي. وطي صوتك، حد يسمعنا يتقبض علينا احنا التلاتة، ابوس رجلك. ايه احنا التلاتة دي يا بر؟ ارقامك زادت. انا مش مصدق نفسي. انت في ايه؟ انا مش مصدق نفسي. انت قاعد بت ليه كده؟ انا مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسك في ايه؟ في مقابله تقابلها لي بعد 30 سنه في الغربه وحشتني. 30 سنه قلت اجي اقعد معاك. 30 سنه 30 سنه ده انت عندك كام سنه؟ 28 و7 شهور. احسبها بقى، احسبها بقى. يعني انت متغرب قبل ما تتولد بسنه وخمس شهور. عشان ما تفكرش يا غبي. هتجنني يا جدع. انت بتبي يا بروتا بهدوء، انت عندك الدولار بيعمل كام شهر؟ دولار؟ ايوه الدولار بيعمل كام شهر عندك؟ بص انا جبت سير الدولارات. مش انت اللي بتسالني يا بروتا؟ عيب، وطي صوتك، حد يسمعنا نتحبس احنا التلاتة. ابو سليم ايه حكايه احنا التلاتة دي؟ يعني دي ايه الحكايه دي؟ بروتا ده جزائي. انا عايز يتقبض علينا احنا التلاتة. ده جزائي؟ عايز اشوف عني الكلبش ده ياخدنا احنا التلاتة. ده جزائي يعني؟ فين التالت؟ انت وحشتني، قلت انزل اقعد معاك نص يوم 48 ساعة يتعدوا على تعابين الساعة تقابلني كده. يعني انا جاي اشوفك 48 ساعة يتعدوا على تعابين الساعة وامشي. تعابين الساعة؟ في ايه يا بروت؟ ليه كده؟ تعابين ساعة ايه يا جدع حتى؟ ايوه الساعة. مش الساعة دي عقارب الساعة؟ اه ايه حكاية دي؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ما عنديش خلفية. العقارب اتلغت من فترة يا اكسلانس. لغوا العقارب؟ من فترة طويلة. مين اللي لغاها؟ اللي ماسكين العقارب لغوها من فترة طويلة يا اكسلانس. هو في ناس ماسكة العقارب؟ وطي صوتك، قمر صناعي صورنا، حد يتصنت علينا يتقبض علينا احنا التلاتة. ابو انا سرق. عايز انت منفعل قوي. انا عايز احنا التلاته يتقبض علينا. انفعالك ده خطر. انت حيوان. تشتمني بعد 30 سنه في الغربه ونفسي اشوفك. 30 سنه تشتمني انت جدع. انت بقى خساره على الصداقه. يا خساره على ايش؟ خساره على ايش والبطيخ اللي ما طفحناهم. انت حيوان كده. دي مقابله جاي اقعد معاك نص يوم 48 ساعه. ايوه ايه نص يوم 48؟ اليوم عدك بكام؟
انت عندك الدولار بيعمل كام ساعه؟ دولار ايه؟ مش الدولار بيعمل حوالي انا جبنا اسير الدولارات. ايوه الدولار بيعمل كام ساعه عندك؟ بيعمل الدولار بيعمل 96 ساعه. يبقى اليوم كام؟ 96 ساعه. انت حيوان. شوف انت بتغلط. انا بقول لك بصراحه بقى، يعني انا ده جزائي بعد 30 سنه وحشني قلت اشوفك. 30 سنه جاي تقضي معايا نص يوم 48 ساعه. يبقى اليوم بكام؟ 96 ساعه. انت اليوم ب 96 ساعه. خلاص يا عم، ما كانش يعني 24. انت ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ واضح ان ما عنديش الخلفيات كلها عندك انت. يا بروتو انت جاهل ولا ايه؟ ايه اللي الخلفيه دي؟ 24 ساعه دول اتلغوا من فتره طويله. لغوا ال 24 ساعه؟ مين اللي لغوها؟ اللي ماسكين ال 24 لغوها من فتره طويله. انت بتعرف الناس دي ازاي؟ وطي صوتك قمر صناعي، صورنا حد يتسند يتقبض علينا احنا الثلاثه. ايوه احنا الثلاثه على اي اساس؟ احنا الثلاثه؟ على اي اساس؟ على اساس انا وانت. يعني ايه انا وانت ثلاثه؟ هو في حد غيرنا هنا؟ ايوه مفيش حد غير. طب خلاص نبقى ثلاثة. فين الثلاثة؟ أنا وأنت. عدهم لي. واحد ثلاثة. واحد ثلاثة؟ حد يضرب حد على كبده كده؟ على إيه؟ على كبده، مفيش حد. تبل عليا بقول لك واحد ثلاثة؟ بتعيد الضرب على نفس الكبد، معقولة يعني؟ ده الكبد. هو أنت؟ لا ما عندكش خلفية ولا ايه؟ والله ما عندي. ما الكبد اتنقل هنا من فترة. مين اللي نقله؟ اللي ماسكين الكلاوي. انت بتعرف ناس زبالة. انت منفعل قوي. انت بتعرف ناس زبالة. اقسم لك هنتمسك احنا الثلاثة وهتبكي. يعني ايه؟ هتبكي بدل الدموع بسطرمة لما تعرف. ماشي مش انت بتقول واحد ثلاثة؟ اسيب كبدك يتهرس. واحد ثلاثة. فين بقى ان بتوين؟ فين اتنين؟ اتنين فين؟ يعني ايه الكلمة دي؟ كلمة؟ ده رقم. نمبر تو. دو. ده انت قديم قوي. ده انت قديم قوي، ده انت من الثلاثينات يا راجل. ايه اللي من الثلاثينات؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ والله العظيم ما عندي خلفية. اتنين اتلغت من فترة يا لغوا اتنين؟ اتنين اتلغت من الحساب؟ ده من فترة طويلة جدا. مين اللي لغوه؟ اللي ماسكين اتنين لغوها من فترة. يا ساتر يا بروتا. ايه يا ساتر على اللي ماسكين دول؟ يا بروتا يا بروتا الناس دي ايه يا جدع؟ يا حبيب قلبي انت راجل نجم. انت سافرت فين؟ انت راجل نجم. افرض طلعت برنامج على الهوا والمذيعة زنقتك وسألتك قالت لك واحد واحد كام، ترد زي الاهبل تقول اتنين كده ولا ايه؟ لا اقول تلاتة طبعا، والا يبقى شكلك ايه قدام جمهورك العريض؟ ابقى خايب. يبقى لازم تعمل ايه؟ اثقف نفسي بثلاثة ساغ. ما تزوقيني يا ماما صفحة الجورنال ده، انترناشونال جورنال. افتح صفحة الارقام مليون 300 ألف تلاقي كل حاجة عن الارقام. برضه صفحة مليون 300 ألف؟ انت منفعل. كلهم صفحة واحدة. انت منفعل قوي. ايه الجورنال ده؟ انت منفعل قوي. في حاجة في الدنيا اسمها ما تزوقيني يا ماما؟ اوام يا ماما. اوام يا ماما ده الملحق يوم الخميس بس عشان ما تدوخش عليه. ملحق عشان ما تلفش عليه. خلاص انا هبقى اشوف انا الجورنال ده. مش ممكن انفعالك، بعدين لازم تعرف ان الانفعال خطر عليك دلوقتي. انا يا اخي انا، ما انت بتنرفزني وكل شويه تقول لي مش عارف 250 ليه كده؟ يا بروتا انت ما بقتش صغير، انت 178 سنتي دلوقتي خلاص. وانت عندك كام سنتي؟ انا 176. سنك كبر، سنك كبر يا بروتا. بص ما حدش يقفش على قلبه كده، ممكن يجي لك ضيق نفس. حدش يعمل كده في قلبه خالص. فين قلبي ده؟ قلب حدش يقفش على قلبه كده. دي ما الانسان ما هو الا عضله قلب بتضخ ال ده قلبي؟ انت ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ نقلوا القلب؟ ده من فتره طويله جدا اتنقل بقى هنا. انت بتعرف ناس سوري؟ انت منفعل قوي يا جدع. في القلب يعني انا دلوقتي قلبك ده قلب مالك؟ مش عارف اخد نفسي. ايه ده؟ طب خد نفس خد نفس. بقيت كويس دلوقتي؟ يا انت جاهل تتعلم، ما تنفعلش يا جدع. انت بتقول حاجات. بقول لك ايه؟ لو سمحت. نعم. بعد اذنك انسى اللي انت سافرته ده. انا سافرت العالم كله. معلش اوكي. اللي 250 بتوع المثلث الارضي. كوكب الارض كله. كوكب الارض خلاص. خلاص هما كوكب. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا مش عايز منك حاجه غير لما اسالك تجاوب وخلاص. اوكي اسالني انا جاوب. بما انك سافرت. نعم. هسالك اسئله من غير ما تزوقيني يا ماما. خلاص اوكي، مع انه ده مرجع تاريخي. خلاص هجيبه. اوكي. هبقى اجيبه انا المرجع ده.
بلاد بره دي شكلها ايه؟ يا بروتا، لو اتسالت في برنامج ولا بتاع. يا لهوي، ده انت جيت للصح بقى، جيت اللي يفيدك بقى. اجيب كرسي واجي لك. انا لفيت العالم كله يا بروتا. حلو. ما خلتش بلد في كوكب الارض ما رحتهاش. فاكر يا بروتا؟ فاكر يوم حفله الجامعه ما قلت لك انا حطير على فرنسا، وفرنسا هتبقى اول محطات الكفاح والنضال بالنسبه لي؟ ايوه. فعلا خدت بيجو 7 راكب وطيران على فرنسا. انا كل ما اكلمك هتقطعني ولا ايه؟ خدت بيجو. ايوه. احنا هنبتديها كده. ما هو لازم هتروح فرنسا، لازم تروح بحاجه من الاثنين، يا رينو يا بيجو. هتروح ازاي فرنسا؟ ما ينفعش حاجه ثانيه خالص. بيجو 7 راكب. ايوه. طلعت على فرنسا، وفرنسا كانت اولى محطات الكفاح والنضال بالنسبه لي. حلوه فرنسا. ومنها انطلق اسم مفتاح، مفتاح المناضل والثوري. ما شاء الله. ما خليتش يا بروتا. لفتها خرم خرم عشان ادرس. ما خليتش عشان ادرس نقط الضعف والقوه اللي فيها. ايوه. باريس وجمال باريس. اسمع. نيس وروعه المناظر في نيس. بيقول كان والمهرجان كل سنه هناك. الاقصر والحضاره الفرعونيه. لا 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 لا. في ايه؟ انا سيبك من مصر. انا عارف مصر. يا حبيبي انا بقولك اوصف لي فرنسا. لفتها خرم خرم يا بروتا. ايوه انا سمعت الكلام. كانت اولى محطات الكفاح والنضال بالنسبه لي. ما خليتش باريس وجمال باريس، نيس وروعه نيس. ايوه روعه. كان ومهرجانات كان، الاقصر والحناطير على الكورنيش كده. يا جدع في ايه يا انت منفعل؟ يا جدع قلت لك سيبك من مصر، كلمني عن فرنسا. لفتها خرم خرم يا بروتا، كانت أول محطة في الكفاح والنضال بالنسبة لي. باريس وجمال باريس، نيس وروعة نيس، كان ومهرجانات كان، الأقصر والمعابد هناك. وانت يا حيوان! أنت بتغلط كتير. أنت حيوان! انفعل عشان تطب ساكت دلوقتي. إيه ده؟ في إيه؟ بالراحة يا أنثى الزرافة، أنت مش عايز انفعال. بالراحة. أنا ههرس لك كبدك. أنت عندك أصلاً تضخم في الكبد، تعال. انا لما كنت قاعد هنا. ايوه يا سلام. يا حيوان اغلط اغلط كما تشاء. ايوه هغلط. حطم اواني الزهر والفخار. بقول لك ايه، لما كنت قاعد هنا كان كلامي واضح جدا. لما قلت اوصف لي فرنسا كان لفتها خرم خرم. انا الاخرام دي تعباني، الاخرام دي مش مريحاني. انت منفعل قوي. انا منفعل، انا حر في انفعالي. كانت اول محطه في الكفاح والنضال بالنسبه لي يا بروتا. ماشي. باريس وجمال باريس. قول لي جميلة في ايه؟ ده انا كان عندي حتة بيت على المريوطية هناك، اسطورة يا بروتا. حكاية. مريوطية. منك للترعة والناموس في الصيف، ايه مش قادر اقول لك يا بروتا. يا سلام. ولا نيس ولا كان ولا الاقصر والشتا. حد يضرب حد. انا عايز يقف. انا عايز قلبك يقف، يجي لك تصلب في الصوابع. انا كده. ده انا جاي اقعد معاك نص يوم. 48 ساعة. وصوتك يعلى لتنسى. هيبتقبض علينا حتى 3. قلت لك نفسي اشوف اني كلفش هيبطل. بقول لك ايه، بتدخل الاقصر ليه في فرنسا؟ مش انت اللي بتقول لي وصف لي فرنسا، فبوصف لك محافظات فرنسا كلها. يعني ايه محافظات فرنسا؟ ما انا بوصف. بتحشر الاقصر ليه؟ انت ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ الخلفيات كلها عندك انت. الاقصر خرجت من فتره. خرجت؟ الاقصر خرجت؟ من فتره طويله جدا. خرجت ازاي؟ خرجت مع اسوان وقطفوا، خدوا بيجو. قطفوا؟ خرجت مع قطفوا؟ يا بروتا عيب، تعال تعال، انت راجل نجم يا بروتا. افرض طلعت ببرنامج تلفزيوني على الهواء والمذيعة زنقتك وسألتك قالت لك الأقصر فين، ترد كده زي الأهبل تقول في مصر عادي وأنت مش عارف؟ تسقط من نظر جمهورك، صح ولا غلط؟ يعني خرجت؟ يبقى لازم تعمل إيه؟ أثقف نفسي. بثلاثة صاغمة تزوقيني. خلاص. افتح صفحة الأقصر. صفحة الأقصر. قلت هجيبه. ماشي هجيب ماما تزوق قدامي. يا بروتا معاكش فلوس يا بروتا؟ افتح القناة المحلية المية بتاعتنا. كل برضو حاجة برضه القناة المحلية مية؟ كل حاجة على الهواء. يا جدع أنت اتجننت. إيه ده؟ أنا بقول كلام. أي يا بروتا في إيه؟ إيه اللي خرجت وما خرجتش وبتاع؟ افتح القناة المحلية المية بتاعتنا. يا جدع مية إيه؟ بقول لك عندي 8 9 قنوات. هات لك تلفزيون نظيف واتفرج على أنت تلفزيونك نوعه إيه؟ أنا أديداس، أشيك تلفزيونات في العالم. اديداس. ايوه اديداس برباطين تحفه. يعني تلفزيون برباط مش بسلك؟ لا السلك بيكهرب يهبل. انت في حاجه اسمها تلفزيون اديداس وباتا؟ باتا ده بتاع جاتو هات يا حمار. ايه اللي دخل ده في ده؟ انت فين؟ انا فين ايه يا بروتا؟ معقوله انت سافرت فين يا بروتا؟ معقوله؟ يا نهار اسود. يا بروتا عيب عيب، ده انت راجل نجم يا بروتا. معقوله ما تعرفش ان الاقصر في فرنسا؟ ما اعرفش يا اخي. ليه عمرك ما زرت الهرم خالص ولا مره؟
هرم. ايوه اهرامات الجيزه بالاقصر، عمرك ما رحت اتفرجت؟ اهرامات الجيزه بالاقصر؟ ايوه الاربع اهرامات بتوعنا. عمرك انت حيوان؟ مش كل انت حيوان فعلا. اربع اهرامات مش هم خوف وخفرع ومنقرع وحسام؟ يبقوا كام؟ حسام ده جه امتى؟ لا الله يرحمها ام منقرع ولدت سيزيريان. الدكتور وهو بيقفل بعد عنك في الهرم، فالواد رفع صدرك نزل. يعني عارف انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ ده تاريخ يا ابني، ده تاريخ. انت اخر مره زرت الاهرامات ما لاحظتش ان في هرمين ناقصين؟ ما لاحظتش. منقرع بقى راح الاقصر واستقر هناك. راح امتى؟ ده راح في اجازه نص السنه اللي فاتت مع مدرسته وقعد هناك. راح يتفسح؟ اه، وفتح بازار وقعد، والاقصر خدته وطلعت فرنسا. اديك عرفت المعلومه من يعني دلوقتي. منقرع في الاقصر؟ اه. وحسام لسه راجع امبارح من المنتخب مع مالي، عارف كانوا بهدلونا هناك بعد عني. يعني حسام لسه راجع امبارح؟ اه. منقرع فين؟ في الأقصر. وحسام اهو وصل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اديك عرفتي يبقى فاضل عندك ايه وايه؟ ايه بقى؟ خوفو اه وخفرع. ايوه ده ايه؟ خوف. وده ايه؟ خفر. قناة السويس بتعدي بينهم. ايه كده؟ انت مش مصدق انك حيوان يا بروطة من غير انفعال ابوس رجلك؟ انت مش قادر تقتنع ان الأقصر في فرنسا اقنع؟ بلاش بلاش. اخر مره زرت الاهرامات زي الناس ما بتزور امتى؟ في العيد اللي فات. حلو، يعني اكيد اتفسحت زي الناس ما بتتفسح في العيد وشم النسيم. عادي، صورت جنب الهرم، اجرت جمل، اجرت كاريتا، ركبت تمساح وقعدت تجري بيه في الجبل. يا حيوان يا حيوان. انا مش عارف انفعالك ده اخرته ايه. انا اركب تمساح؟ العالم بتيجي من اخر البلاد تاجر تماسيح ودرجن درجن درجن. عادي، انا ادفع فلوس عشان اركب تمساح؟ صعب. 20 جنيه لو ليك قريب في السياحه. هو التمساح ده مش اللي بقه بيعمل كده؟ ايوه بقه بيعمل كده، وليه ديل وحرفيش وضرب نضاره شمس 24. يعني هو ايه يا بروطه في ايه؟ تمساح ايه ده؟ انا مربي اتنين عندي في الهرم. كروكودايل. مربي تمساح ومربي جمل. يا سلام. اه عندي الاتنين. حتى الجمل بتاعي اول امبارح باض، جاب لي جمل صغير محتار اسميه ايه. فلو تيجي معايا تسميه يبقى نبك فيا ثواب بعد اذنك. جملك باض؟ اه، ايه المشكله؟ هو مش الجمل ده من الثدييات؟ ثدييات؟ امال الريش اللي على جتته ده كله ايه يا بطل؟ انت ما بتسمعش الراديو الصبح؟ الجمل بيدنكو كوكوكو في الفجر. هم غيروا الاغنيه؟ لا هم لغوا الديك بعد عنك، انت ما عندكش خفيه. يا نهار اسود يا بروك. طب اثبت لك ازاي اذا كنت بلاش تاهت ولقيناها. ايه بقى اللي تعالى إيه؟ احنا كان عندنا اربع اهرامات. ده كان عندك انت. طب كمل انت بقى مع نفسك وهشوف اللي عليك. خلاص خلاص، خوف وخفرع ومنقرع وحسام. كان بيحرسهم تمثال جسمه جسم اسد، وشه وش بني ادم. ابو الهول ابو الهول. يا نهار جهل شباب. جهل؟ اه طبعا، يضحك علينا الناس. ليه ليه ليه؟ ما اسموش ابو الهول يا حبيبي. امال اسمه ايه؟ اسمه ابو رامي، معروفه في كل الدنيا يعني. ابو رامي. ايوه بروطه ده. طيب ما قريتش؟ مش هم فكوا رموز حجر مدحت ولقوا ان كل حاجه فيها مدحت؟ هم لغوا رشيد زمان جدا. ايه يا فروطه في ايه؟ انت بتعرف ناس زباله. شوف انت بتنفعل ازاي؟ طب بلاش تاهت ولقيناها. هي تايهه على طول. بس تعالى بقى. ايه؟ نهر النيل. بتاع مصر؟ امال بتاع العصير؟ اه طبعا بتاع مصر. الحمد لله. نهر النيل بتاع مصر. اهو من غير ما تزوقيني يا ماما. انا مبسوط من انا مبسوط الحمد من. لله. ركز بقى عشان نختصر الليله دي يا راجل. نهر النيل الابيض المتوسط ده يا حيوان. انا كل ما اكلمك بتخطئ. نهر النيل الابيض المتوسط كام فرع؟ فرعين. خساره على جهل الشباب. مش دمياط ورشيد وسدناوي وشامله، يبقوا كام يا اكسلانس؟ اربع فروع. هي سلسله محلات. بروطة انت جاهل. انا اللي جاهل؟ اه طبعا جاهل. قول لي بقى انك ما تسمعش عن مذبحة الأقصر 86 بفرنسا. مذبحة الأقصر 86 بفرنسا ما سمعتش عنها؟ فين دي؟ يا خسارة خسارة يا بلد يا خسارة. 35,000 شاب من شباب بلدك راحوا في مذبحة الأقصر وانت نايم على ودانك في فرنسا. 35,000 شاب؟ 35,000 شاب راحوا في فرنسا في مذبحة الأقصر 86 وهم بيهدفوا الأقصر بلدنا بلد سواح. هي دي كانت مذبحة؟ ما سمعتش عن محمود رضا باشا زعيم المذبحة؟ هو ده كان زعيم؟ يا نهار اسود، ده انت نايم في غيبوبه. انا فاكرها رقصه. يا ريتها نجحت، يا ريتها نجحت. امال ايه اللي حصل؟ فشلت. فشلت مذبحه الاقصر 86 بفرنسا. عمي 34,999 راحوا، ما فضلش منهم الا انا. الحمد لله انك عايش. وكان لازم اهرب.
ورحت حتة هولندا. أيوة خلينا في هولندا. خلصنا من أم فرنسا. إيه البلد دي؟ دي بلد سخيفة. ده أنا كرهت الشانزليزيه وإيفل. إيفل مرمي في بولاق أبو العلا هنا بقى له 4 أيام لو عايز تزور. الحمد لله خلصنا من فرنسا. خلينا احنا في هولندا. اتبهدلت يا بروت. عشان اعدي من الحدود البريه من فرنسا لهولندا مرمطوني في مطار الماظة. بهدلوني. كان في جيبي 37,000 للالالي خدوهم كلهم. للالالي؟ دي عمله؟ طبعا. كان معايا 37,000 للالالي. للالالي ولالي ولالي. لا ده انت مليونير كده. وحوالي ما يوازي 5,000 زلوط. زلوط؟ ما سابوليش زلوط واحد اجيب بيه سندوتش. ايه عمله يا زلاليت؟ طبعا. دي عمله سخيفه قوي. يا بروت انت مش ما سابوليش حاجه اجيب بيها سندوتش صدق حتى من علي عربيه يا اكسلانس. مرمط اتمرمط. الحمد لله انك رحت هولندا. نزلت هولندا. اوصفها لي. لفيتها خرم. لا من غير اخرام. ابوس ايدك ولا كفاح. اوصفها بس كده. ها؟ ما خليتش. امستردام لهاي المهندسين اوترا. انت مفاعل قوي يا انت حيوان. شوف انت امستردام المهندسين لا هاي ازاي المهندسين دي؟ انت اللي بتقول لي يوصف لي محافظات هولندا؟ ازاي المهندسين؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ما عنديش. مهندسين خرجت من فترة. خرجت؟ مهندسين خرجت؟ النبي خرجت. خرجت مع مين؟ مع جدتها. مين جدتها دي؟ العجوزة. يعني عشان تخرج تاخد حد كبير من العيله. امال نسيبها تهيس كده في هولندا؟ طب وما راحتش ليه مع اخوها الصغير؟ مين فيهم؟ شهاب. كانش ينفع. ليه؟ عيبه ايه شهاب؟ كان عنده دوره رمضانيه هو ومصدق ومحي الدين، يعني كان فيه دوره شهاب بيلعبوا كلهم كوره. عشان كده بهدله يا بروت. في هولندا حضرت واحده من ابشع المذابح الدمويه اللي ممكن تشوفها. مذبحه المهندسين 86 بهولندا يا بروت. 35,000 شاب من شباب بلدك راحوا. انا ملاحظ ان 35,000 شاب بيروحوا في كل حته. ده رقم محدد للمذابح؟ رياش. لا يقل ولا يزيد؟ انت رياش. 35,000 شاب من خيره شباب البلد اتاخدوا غدر يا بروتا. خلاص خلاص بقى. 35,000 شاب راحوا مالهمش ذنب، دول كانوا بيضربوا مانجا قدام فرغالي مش في دماغهم يا. هو فرغالي خرج! وخد المانجا! كل حاجة، المانجا، الجوافة، الموز باللبن، الخرطوم اللي بيرش بيه الكوبايات اتاخدت يا بروت. كوبايات والناس تشرب ازاي؟ انت وكفك بقى، كف بنص جنيه، كف بجنيه وربع، كف باتنين، حسب السعة الكفية بتاعتك. والكف ده بكام؟ ده عايز قرض من بنك ناصر ده عشان تشرب بيه مانجا. ليه فرغالي يعمل كده؟ مرمطة مرمطة مش قادر اقول لك. تخيل انت تبقى واقف وجنبك صاحبك فجأة ما تلاقيهوش، الواد يبقى واقف ياخد الطلقة في صدره عصير الرمان ينفر. يا منظر. لا 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 ايه المنظر ده؟ منظر بشع. جسمي قرعش خالص. بشع. تخيل تبقى واقف وجنبك صاحبك زمزمية واحدة، جربندية واحدة، عيش وفجأة ما تلاقيهوش. بس 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 يا القصة واضح انك اسيت. بس خلص فرفش بقى. وحشوني قوي اصدقائي. مين دول؟ الله يرحمهم. مين هم؟ انا فقدت 2.5 من اعز اصحابي في المذبحة دي يا بروت. 2.5؟ هو انت بصاحب ساعة؟ والاستيك عايش ولا ايه؟ فاكر التاريخ الاسود ده زي ما يكون امبارح. تاريخ اسود يا بروتا. انت ليه بس بتقلب على نفسك المواجع؟ اه فرفش بقى وانسى. 21 21 21 تاريخ اسود يا. ايه الرقم ده؟ 21 21 ما تحط لها قص 2 بالمره. مش قادر انسى. كانت الساعه 2 بعد نص الليل والشمس ضاربه في دماغ الرجاله وهم واقفين بالسلاح. حيوان حيوان كبير. ما بقول لك كده يا بروتا. وكان يوم جريس، أنا فاكر إنه كان يوم جريس. يوم إيه؟ الساعة 2 بالليل. يوم بعد إيه؟ يوم. كان يوم جريس. إيه اليوم ده؟ كان يوم يا بروت. إيه يوم الجريس ده يعني؟ يوم. إيه يوم دي يعني؟ إيه يوم يوم من أيام الأتمون عادي يعني. أتمون؟ إيه الأتمون ده؟ الأتمون اللي فات، الأتمون اللي جاي، أتمون يعني. أنا بقول إيه؟ يعني إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. ما عنديش خلفية. أنت ما تعرفش إن الأسبوع زاد يوم فبقى أتمون ولا إيه؟ إيه كده؟ زاد من فترة، زودوه من فترة يا. ازاي؟ سبت حد اثنين ثلاث اربع خميس جريس جمعة، ده زاد بقاله كتير جدا.
يعني بين الخميس والجمعة جريس؟ اه. وبين السبت والحد حسيس؟ اه. يا نهار اسود. ويا ريتها نجحت يا بروت. امال ايه؟ فشلت. 34,999 راحوا وما فضلش منهم الا انا. وانت بتفضل ليه يعني؟ يعني ليه انت بتفضل؟ بستخبى ساعة الضرب انا هعرف. وكان لازم اهرب يا بروت. رحت حتة. رحت فين؟ مركز شباب روسيا. دي جديدة دي. ايه جديدة في ايه؟ يعني ايه مركز شباب؟ مركز شباب روسيا، مش كان في الاتحاد السوفيتي السكندري واتفتت؟ انت قصدك روسيا يعني؟ ايوه. اه. وهناك حضرت واحدة من ابشع المذابح اللي ممكن تتخيلها. كلهم مذابح. مذبحة الغردقة 86 بروسيا. انا عندي سؤال واحد وخلاص. اه يا حبيبي. في حاجة فاضلة في مصر؟ ولا البلد هجت؟ لو ليك حد عند كوبري طوخ الحق زوره. رايح فين الكوبري؟ طلع ابو النمرس بعد بكره، محدش عنده خلفيه خالص. يطلع بالسلامه. نزلت روسيا. اه. عارف يعني ايه الجبهه في روسيا؟ يعني ايه؟ عارف يعني ايه تنزل الجبهه في روسيا وانت اعزل ومعكش سلاح؟ ايوه. الطبيعه في روسيا ما هي الا مجموعه جبال صخريه، رمله، صحراء، صبار، منجنيز، صوديوم، معادن، مفيش لقمه تاكلها ولا درجه الحراره جهنم الحمراء طول السنه 50 تحت الصفر. يا حيوان! فعليا. درجة الحرارة جهنم الحمراء 50 تحت الصفر. طبيعة قاسية. يعني الجو هناك برد نار. الجو برد نار. يا نهار اسود. طبيعة قاسية يا بطة. يعني انا لو ما لبستش بلوفر اعرق. تموت يا بطة. نزلت الجبهة في روسيا، فراغ، نخل، صبار، جمال، حيوانات متوحشة، صحراء، جرداء، معيش لقمة أكلها، ساعة اتنين تلاتة مش لاقي حرب. يوم فين الحرب؟ يوم الجريس ده ويك إند حرب. هو يوم أسود. قعدت يا بروتا، عدى عليا أربع أيام من غير لقمة أكلها في الجبهة، هموت يا بروتا. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. اضطريت. اضطريت إيه؟ اضطريت إني آكل التفاحة لغاية أما بذر الكتان يوصل مع الرجالة. أكلت إيه أنت؟ أكلت التفاحة لغاية أما الرجالة. تفاحة إيه؟ تفاحة آدم لغاية أما بذر الكتان يوصل مع الرجالة. بس! أكلت تفاحة آدم؟ أمال أموت يعني؟ متزوقين يا ماما بياكلها في الزنقه. بس بعد ما اكلت تفاحه ادم يا بروتر ينشف حطب ثلاث ايام من غير نقطه ميه على الرمله تلحسها حتى. هتش هموت من العطش يا بروتر. عملت ايه؟ الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. اضطريت يا بروتر. ايوه. اضطريت اني اعصر قصبه رجلي وشربت شوب عصير قصبه رقبه. يعني انت اكلت تفاحه ادم وشربت عصير قصبه رجلك؟ امال اموت يعني؟ يعني انا لو جوعت اكل لحم كتافي. لازم تتصرف. اه. خبيش عليك يا بروتا، بعد ما كانت تفاحه ادم وشربت عصير قصبه رجلي، عارف التريحه اللي بعد الغدا دي؟ ايوه. الواحد بيتقل بعد. افتكرت ايام زمان لما كنا انا وانت نقعد فوق السطح وندندن للست الله يرحمها ام كلثوم. اصيل يا واد. ترميت على السرير، ولعت الاباجوره، كان فيها شجره موز، قطفت تفاحايه وقعدت مع نفسي بقى كده. عارف انت العيشه اللي مع نفسك دي؟ في الصحراء. طول عمري بقول قصر اندمجت، قمت مطلع طبله ودني بقول انا قد الشوق. يا ريتني كنت معاك. يا ريت يا بروتا. والله كنت طلعت زمارة رقبتي وعملنا فرقة. متعة. والله متعة. متعة. والله كانت هتبقى فرقة كده. مش قادر أقول لك يا بروتا. قاعد أدندن أنا ومش مدي إخوانا يا بروتا، وعمال أفتكرك وأفتكر الأيام الجميلة، وفجأة سبع كتايب مشاة ميكانيكا مسلحين داخلين عليا. الحرب بدأت. وأنا أعزل يا بروتا، معيش سلاح. أيوه. لو طلوني هيقتلوني. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. قمت مطلع سلسلة ظهري وملوش ليهم بقى. حلو حلو. ما خليتش يا بروتا. أيوه كده يا ولاسة. اسكت. أوعى تستسلم. قاموا باعتين لي أربع عربيات مدرعة وأنا على رجلي يا بروتا. يا نهار أسود. لو جريت هيلحقوني. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. افتكرت المثل اللي بيقول لسانك إيه؟ حصانك. قمت راكب لساني ودرج درج. الله أكبر. الله اكبر. طيران. اوعى تستسلم. انا لو وقفت هموت. ايوه. وانا راكب لساني لقيت نفسي بلق كده حار. يا نهار اسود ما معكش الجام. الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. طلعت حبل افكاري في ثانيه وعملت رجام يا بروتا. حلو. لغايه ما لقيت مدفع رشاش. مسكته، بعتوا لي 7000 طياره مروحيه، وانت عرفتي سائق طائرات. ايوه عارف. كنت نازل نص ركبه وعملت سكور تحفه، وقعت 1000 طياره. ايوه. بس يا خساره. جيم اوفر. يا ريتو جيم اوفر. يا ريتو جيم اوفر. الكمبيوتر كتب جيم اوفر. يا ريتو كتب جيم اوفر. امال كتب ايه؟ هنج الكلب مع اخر طياره داخله عليا.
الكونكشن عمل انفكشن في البرودكشن بتاع المكس. عارف انت العيال دي؟ ولا يهمك. على فكره اولاسه يا حبيبي انا مش عايزك تزعل. انا زعلان؟ لا 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 معلش، اللي حصل ده ممكن يزعلك بس لعلمك انا استفدت. لازم تستفيد من تجارب الاخرين. والله استفدت يا ناس. بني ادم ما هو الا مجموعه تجارب. ايه ده؟